ولاية سطيف استفادت عبر محطاتها من مستشفيين عصريين، مركز وطني لمكافحة السرطان بسعة 120 سرير، مع مستشفى للولادة والأمومة وأمراض الأطفال بسعة 120 سرير أخرى. الطاقم الإداري نتاعو موجود، الستاتيو نتاع ليتابليسمون داير، لو ديكري اكزيست، الطاقم لي باراميديكو الشبه الطبيين موجودين. مسبح أولمبي بتجهيز كامل، مرفق رياضي عصري أخذ موقعا له بالقطب الرياضي الهام المسمى المدرسة الوطنية للرياضات الأولمبية المكونة للنخبة الجزائرية. المواد المستعملة هنا كامل من آخر طراز، كان مسبح 50 متر ومسبح تاع 25 متر بالنسبة للتسخين، وراه ضروري بالنسبة للاتحاد الدولي. كما تشهد المدرسة الوطنية لتكوين أعوان الأمن والشرطة وتيرة متسارعة في الإنجاز، والتي قدرت بسبعين بالمئة، مشروع عملاق لاستيعاب 1700 متربص مزود بكافة الأقسام. ما أكثر من 14 مقاولة هي معنية بإنجاز هذا المشروع. الوقوف على الوضع التنموي لسطيف سيشهد قرب استلام مركز ثقافي إسلامي خلال السداسي الأول من السنة الجارية، مشاريع عمومية هامة في مستوى تطلعات المواطن.